عليكم، مساء الخير، تحياتي لجميع المتابعين في قناة وليد كبير. سعيد لإطلاق أول برنامج في القناة بعنوان كلام في السياسة، والذي سنتطرق فيه لتحليل الوضع الداخلي في الجزائر، وبالخصوص الحراك الشعبي الجزائري والثورة المضادة التي تحاول إيقافه بجميع الطرق. سنتطرق في هذا البرنامج والذي سيبت إن شاء الله بشكل يومي حول علاقات الجزائر بجوارها الإقليمي، وأيضا علاقاتها على المستوى الدولي، وسنتحدث أيضا عن الأحداث الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وحتى الاجتماعية. في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، ثلاثاء 30 مارس 2021، سنتطرق في النقطة الأولى إلى حراك الطلبة في ثلاثائهم عبر مدن الوطن. النقطة الثانية، سنتحدث عن زيارة صبري بقدوم إلى إسبانيا. والنقطة الثالثة، سنتحدث عن التهجم الإعلامي لقالات النهار على البلد الجار ورمزه الملك محمد السادس. وفي هذه النقطة سأحاول توضيح ورفع اللبس عن بعض المغالطات التي نشرت في هذا البرنامج حول ادعاءات أن تلك المنطقة تسمى منطقة العروضة، فيما أن الحقيقة هي شيء آخر. وآخر نقطة، وهي النقطة الرابعة، سنتطرق إلى مقال موقع الشروق أونلاين الذي جاء في عنوانه المغالط أنتوني بلينكين يمسح آثار مايك بومبيو. مايك بومبيو هو وزير الخارجية الأمريكي السابق. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن تساهموا بدعم القناة، وذلك بالاشتراك والتعليق والضغط بالزر الإعجاب أو عدم الإعجاب، لأن الفضاء مفتوح طالما يكون هناك احترام متبادل بيني وبين المتابعين. شكرا لكم، ولننطلق في هذا البرنامج. نبدأ النقطة الأولى من حراك الطلبة في ثلاثائهم اليوم، وكما نشاهد هنا عبر صفحة مغاربية بوسط العاصمة تشاهدون تواجد كثيف للطلبة الجزائريين في لبعض الوقت تشاهدون الطلبة وهم يجوبون شوارع العاصمة. يبدو أن هذه الجودة أقل، ولكن هذا لا يمنع من تتبع وسماع شعارات الطلبة المنتفضين ضد نظام الحكم. Yeah.
شعارات قوية تؤكد على أن الطلبة في انتفاضة ضد النظام. شعارات قوية جدا. ننتقل إلى فيديو آخر أكثر وضوح هنا. بدونا كاع نلحبسوا ليولا الشعب مش حابس دائما. هذه الصورة دي الصور من مدينة الجزائر العاصمة، أين يرفع كما تشاهدون الطلبة شعارات صحافة حرة سيادة شعبية. هذه شعارات سياسية ويؤكدون على أن الحراك واجب وطني. نشاهد أن الطلبة رفعوا شعار كما هو واضح. حكومة الموتى
هنا هذا الشعار الذي تم رفعه اليوم يؤكد على أن الحراك لحمة واحدة وأن كل الإيديولوجيات قد تم انصهارها في بوتقة واحدة. يقول هنا الشعار: لا تناضل باسم علماني لأنهم سيخرجون لك عدو إسلامي. صحيح، النظام ينتهز الفرصة لكسر الحراك عبر تأليب التيارات ضد بعضها البعض. وهنا أكد الطلبة على وعيهم السياسي وعلى نضجهم، وهذا يبشر بالخير. نواصل رؤية الفيديو. هنا نستوقف حول هذا الشعار الهام جدا، وهو: التعذيب جريمة والسكوت عنه جريمة. Pouvoir assassin. فعلا التعذيب جريمة، وعدم مناهضة هذه الممارسات جريمة، وأن ما يقوم به النظام باسم مؤسساته الأمنية هو إضرار بسمعة الجزائر وبسمعة مؤسسة الدولة. ننتقل الآن إلى فيديو آخر من مدينة أخرى، هنا مدينة وهران. بركات 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 من الاعتقالات، بركات من الاعتقالات، دولة مدنية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، أهليك ولية، أهليك ولية، دولة وطنية، دولة وطنية، قيمها الإنسانية، قيمها الإنسانية، حرية 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 حرية.
العصابات زوروا العصابات لا نريد حكم العسكر من جديد لا نريد حكم البوليس من جديد دولة مدنية ماشي عسكرية يا شهيد ارتاح انت شيل الكم من الكفاح يا ديدوش حكموناني ما يسموش دولة مدنية ماشي عسكرية كما تشاهدون شعارات قوية جدا يصدح بها الشباب ويصدح بها حتى الشيوخ هنا بساحة أول نوفمبر بلاس دارم سابقا بوسط مدينة وهران ضد النظام الحاكم. ننتقل هنا دائما في مدينة وهران إلى وفي نفس الساحة هنا قوى الأمن كما تشاهدون قوى الأمن منعت الطلبة من المرور نحو شارع الأمير عبد القادر المتواجد هنا. هنا قوى الأمن تمنع الطلبة من الولوج إلى شارع الأمير عبد القادر. كما لاحظتم تم ذكر وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار المسؤول عن الأول عن الانقلاب الذي وقع سنة 1992 ضد الديمقراطية. وكما تسمعون الطلبة يرددون اسم الشرطي توفيق حساني أمام زملائه من الشرطة الذين يقفون أمام الطلبة لمنعهم من الملوج شارع الأمير عبد القادر وسط مدينة وهران. إذن منع دائما المتظاهرين من المسير من ساحة نوفمبر الأصدار. ننتقل الآن إلى مدينة أخرى من مدن الوطن وهنا ببجاية كما تشاهدون خرج الطلبة وخرج معهم عموم المواطنين تحيا الجزائر ماشي عسكر
كما تشاهدون وتسمعون المواطنون والطلبة بالخصوص على كلمة واحدة هي دولة مدنية مشي عسكرية. ننتقل إلى مرة أخرى إلى الجزائر العاصمة، وهنا فيديو جديد. شارع العربي المليدي. تاريخية، شعارات سياسية ومطالب الشعب واضحة.
هذا بالإجمال ما حدث اليوم في حراك الطلبة الذي يبقى دائما وفي المستوى وفي مستوى وولاء تام لحراك الشعب الجزائري. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني بخصوص زيارة وزير الخارجية صبري بوقدوم إلى إسبانيا، وهنا سنشاهد استقباله من طرف الملك الإسباني كما تلاحظون. هذا ملك إسباني، ملك إسبانيا فيليب السادس، يستقبل صبري بوقدوم. وهذا هو الوفد الذي تنقل مع صبري بوقدوم. صبري بوقدوم غرد في حسابه عبر تويتر أن هذه اللقاءات عديدة رفيعة المستوى، قال جمعتني اليوم بالسلطات العليا للمملكة إسبانيا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في كل المجالات خاصة الاقتصادية، بغية تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين مع تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة. إذا انتقلنا إلى موقع وكالة الأنباء الإسبانية، هنا إيفي، سأقوم بترجمة خفيفة لما تم نشره هنا حتى تكون الأمور واضحة للجميع. هنا حسب ما ورد في وكالة الأنباء الإسبانية، اتفقت إسبانيا والجزائر على العمل على فتح طرق منتظمة ومنظمة للهجرة القانونية إلى إسبانيا لرجال الأعمال والطلاب والعمال، بينما يسعى البلدان بشكل مشترك لوقف وصول المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل على وجه الخصوص. وافقت وزيرة شؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أرنيستا غونزاليس لايا على ذلك في اجتماع عقد يوم الاثنين مع نظيرها الجزائري صبري بوقدوم، بالتزامن مع اليوم الذي قدمت فيه الحكومة خطتها لتحقيق شراكة استراتيجية جديدة مع إفريقيا وقيادة عمل الاتحاد الأوروبي مع هذه القارة. حسب ما جاء في قناة أو في موقع الشروق، فإن الوزير الخارجية صبري بوقدوم تحدث عن في حوار له مع جريدة إسبانية، وقال أنه لا يمكن لإسبانيا أن تواصل الاختباء وراء الأمم المتحدة، هذا بخصوص موضوع الصحراء المغربية. والجريدة هي جريدة البايس، جريدة البايس الإسبانية. قال يجب أن تتحمل إسبانيا مسؤوليتها التاريخية في نزاع الصحراء الغربية، مؤكدا أنها لا يمكن الاختباء وراء الأمم المتحدة لسنوات أخرى. هذا الكلام طبيعي أن يصدر من المسؤول الجزائري، لأن موضوع الصحراء المغربية بالنسبة للجزائر هو موضوع هام جدا، ويدخل في إطار سياستها المبنية على إبقاء الوضع على حاله وعدم تحقيق أي تقدم في علاقاتها مع الجزائر. سنعود إلى هذا الموضوع في حلقة أخرى إن شاء الله.
الموضوع الثالث، الموضوع الثالث هو هذا الرجل الذي يسمى النووي وهو إعلامي جزائري بقناة النهار، قام منذ يومين بالتهجم بشكل مسيء لشخص الملك المغرب في برنامجه هابط طالع. هنا يتحدث هذا الشخص أو الإعلامي عن منطقة العرجة الحدودية التي نذكر المتابعين الأفاضل بأن السلطات الجزائرية بتاريخ 18 مارس قامت بولوج تلك المنطقة طبقا لما ورد في اتفاقية ترسيم الحدود، ومما أدى إلى مغادرة المزارعين المغاربة الذين يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم، لكنهم لم يكونوا على دراية بأن الأرض تابعة في سيادتها للجزائر. شاهدوا ما قاله هذا الإعلامي بقناة النهار. أمس أمس صح، خلي الخط الأحمر يمشي يزيد عليه. أمس شوفوا الخط الأحمر هذا هو الحدود الجزائرية المغربية، هذاك المرسو هذيك الدوائر الصفراء هذيك هي مدينة فكيك، مدينة فكيك محافظة كيعني نقول ولاية، هي في المغرب يسموها عمالة، عمالة فكيك، هذيك هي فكيك مدينة مغربية صح. الفوق كاين الواد في الخط الأحمر، راه الواد خليه يمشي، شو خليه يمشي، خليه يمشي سيدي، خليه يمشي سيدي، خليه يمشي قدر الراي صح. أحبس أحبس خليه الخط الأحمر يمشي باش نفهم. هنا شوفوا، هنا من الخط الأحمر هذاك راه واد، من الخط الأحمر لتحت التراب تاع المغرب، ومن التراب الخط الأحمر الفوق التراب تاع الجزائر، والراهي الأزرق ذيك هذيك يسموها العروضة، هما المغاربة يسموها كاع العرجة، هي الجهة تاع عملي من العرجة، بصح هما يسموها كاع عرجة، يقول لك خاوتنا الجزائريين المغاربين الله يسموها العرجة 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 وطفينا. هي لا احنا العروضة تاعنا هذيك الواحة هذيك اللي راكم تشوفوا بها يسموها العروضة. هنا مقدم هذا البرنامج ينشر مغالطة. أولا ما ورد في فيديو أو ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية يثبت بأن هذه المنطقة لا تسمى بالعروضة، وسأثبت لكم الآن أن كلامه فيه مغالطة. هذا فيديو في خضم المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي، وبعد الإخلال بكيفية استغلال بعض الأراضي الجزائرية من طرف مواطنين مغاربة في واحة العروضة دائرة بني ونيف ولاية بشر. واحة العروضة، هنا وكالة الأنباء الجزائرية أشرت بأن العروضة هي هنا، أي هذا الجبل يسمى جبل ملياس بني ملياس، وهذا جبل سيدي يوسف، وهذه هي واحد في جيك. والشيخ النووي قال باللي عفوا أن العروضة في العرجة. غادي إذا مشينا هنا مثلا إلى الماب، يعني ماب جوجل، وكالة الأنباء الجزائرية قالت أن واحة العروضة تتواجد هنا، فيما العرجة تتواجد هنا، يعني تتواجد شمال فيك. الشيخ النووي ينشر المغالطات رغم أنه تنقل بنفسه إلى تلك المنطقة. شاهدوا القيادة السياسية تاع المغرب طلبت من قيادة واحد الوقت السياسية للجزائر، قال لك اودي المغاربة اللي راهم في الفكيك خليهم يخدموا، انتم الواد هذاك راه معزول شوية على المناطق تاع بني ونيف، ولا خلينا نخدموا بعلاقة مع المغاربة، حنا الجزائريين خلينا المغاربة يخدموا. بصح اليوم كي عدتوا يا المخزن، كي عدتوا تخدم لنا بالقدر وتقرص لنا بالزطلة وتهرب لنا بالسلاح وتضر فينا، تشوفوا بعينكم، تشوفوا بعينكم كل حاجة بثبوت، ماناش نتعدوا عليكم نتواجدوا عليكم. دخلت الجزائر وردت العروضات تاعنا، هذا مكان كنا لاباس لاباس، بصح كي خرجتوا للعيب والو، حنا اللي حبنا نحبوه نديروه فوق الراس عمامه
واللي يكره لك روح حتى يوم القيامة. هذه هي هنا تنقل هنا الحدود. هاي الحدود هنا راك تمشي راك تمشي هاوليك المركز الحدودي اللي منه هاوليك مركز حدود راه مقبول حدود راه مقفولة. حسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه المنطقة وهي مركز الحدودي بين الجزائر والمغرب هي العروضة، وما قام بترويج له مقدم برنامج النهار هو مخالف لما صرحت به وكالة الأنباء الجزائرية، وأصلا لا يوجد في منطقة العرجة اسم العروضة عبر التاريخ، وقد قمت بالبحث عن هذا الاسم غير موجود لا في قبل، لم يكن متداول بشكل كبير أو لم يكن أصلا متداول قبل تاريخ 18 مارس مع المغرب. هاي سورس انتردي هاي لك من هي هاي لك الباري احنا تاع الشرطه تاعنا اللي نحيوهم صحيت، ومن هي من هي فكيك هنا مغلوقه بس. ويا الشيخ النووي اسمها في جيج ماشي فكيك، في جيج او في جيج. هنا انتقل بعد ذلك الى قريه خويا وحبيبنا اللي نحيوه يعني طيبه مدينه قريه حدوديه داخله في العروضه. البوس هنا رانا برا صفه طيبه مدينه قريه حدوديه داخله في العمق. هيا يلا عطيني فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اضيف ربي العاج رانا في الرصفه في الرصفه الطيبه. مرحبا بك اخويا. الواد مالح كان شي واحد البوس. بس سقسينا قلنا له علاش اسمها الرصفه الطيبه؟ قال لك الواد الماء تاعو مالح، كاين واحد البلاصه رصفه الماء تاعها حلو. عطلك رصفه ما تعمى تعمى هو انا قلتها تعمى كما يقولوا. هذيك طيبه الماء تاعها حلو والماء مالح، هذا انا نسموها رصفه طيبه. واش راه خاصكم؟ واش الخير واش اللي كاين واش اللي ما كانش؟ راه مخدمو لكم طريق اللهم صل على النبي. طريق لاباس طير على جنب بني والنيف روعه الحمد لله. زيد با الماء كاين الماء ان شاء الله على حساب الحفيد. جيت راه نقول راه في راه يخدمو لكم يوفر لكم الماء ان شاء الله قريب. يعني السلطات دوك راهي ماشي مقصره راهي موفره ان شاء الله. يا عم موفره ما زال خاطر ما شاء خاص خدمه كيفاه شيباني ارجع شيباني خمم الشباب جماعه الرصفه الطيبه. هنا جماعه قال لك والله ما تروح غير شرطتين بصح خدعونا كي رحنا شربنا لاتاي لقينا فيها مواكل واحد اخرين كلينا وقصرنا شويه وجينا. هيا روح روح شرب اتاي وخرجوا علينا الطريق. بصح انت راك خدعتنا. واش خدعتكم؟ قلت لنا اتاي برك اتاي هذاك هو هذا لعبته صح. مؤخرا ضموها المشاريع نتاع مناطق الظل، وحنا رانا في شحال من عام وحنا كنا نطلبوا هذا الطريق خاطي مناطق الظل. سمح كي دخل الرئيس سبول والحمد لله تحققت هذه الامنيه نتاع الطريق اللي كانت حلم من هذا المنبر تاع القريه الحدوديه الرصفه الطيبه. نقول ربي شافيه هي الاولى والزوجه نطلب لها ربي سبحانه وتعالى يعاونه في المسار اللي راه يمشي فيه البلاد. عندكم العياده؟ عندنا قاعه علاج ومتوفره الحياه متوفر كل شيء فيها اللهم صل على محمد. يعني راكم في نعمه كل شيء كاين. انت تعرف البلاصه هذه؟ نعرفها. انت خو انت خونا من اضرار من اضرار صح. هذه البلاصه كي جيت لها المره اللي فاتت ضروه كاين ديفيرونس فرق كبير. كي جيت تعرف في الطريق باش لحقت لهنا المره اللي فاتت المره اللي فاتت واليوم واليوم الحمد لله فرحونا كي قالوا الطريق مخدوم. صح 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 اخويا صح يكثر خير ربي. هذه هي الجزائر ما تفرجش في بلادها وربي ان شاء الله يقوي الخير. دوكا هنا رانا في الرصفه الطيبه دوكا نروحوا للعروضه الجنان تاعنا اللي كانوا يخدموا فيه المغاربه وبعد 18 هذا الشهر سيبوا الدخل دخلت السلطات والو ما كانش اللي يدخل. اعطينا الفيديو تاع العروضه. هاي الارض الجزائريه اللي كانوا يستغلوا بها المغاربه فوالا. هاي الارض الجزائريه فيها النخيل فيها اللهم صل على النبي فيها الماء فيها كل شيء. هنا المثير للانتباه هو ان مقدم البرنامج لم يتحدث مع سكان تلك المنطقه حول اسم العروضه. هل فعلا اسمها العروضة أو اسمها العرجة؟ لأنه من غير معقول أنه يتنقل إلى تلك المنطقة ولا يتحدث على مع سكانها على اسم تلك المنطقة، وهذا ما يثبت أن هذه المنطقة لا تسمى بالعروضة بل تسمى العرجة. وهنا مقدم البرنامج قام بنشر مغالطة تناقض فيها مع وكالة الأنباء الجزائرية
النقطة الأولى. والنقطة الثانية، لم يتحدث مع سكان قرية الرصف الطيبة حول اسم العروضة الذي تم نسبه من طرفه، وليس حتى من طرف وكالة الأنباء الجزائرية التي قالت أن العروضة تتواجد هنا، يعني جنوب فيكيك على الحرية وشمال بني والنيف. لم يكتفي مقدم هذا البرنامج بروبورتاجه المغالط، بل استهجم على شخص الملك، وقبل ذلك نشر هذا الفيديو الذي يعود إلى أقل أكثر من 5 سنوات أثناء زيارة رئيس الحكومة المغربي والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بالكيران إلى مدينة وجدة، وتدخل هنا هذا أحد سكان المدينة وقال أن سكان المدينة يعيشون من التهريب، وهو فعلا آنذاك كان التهريب مفتوح في تلك المنطقة لكن بعد قيام السلطات الجزائرية بحفر الخندق والسلطات المغربية ببناء جدار سلكي وتعزيز دوريات مراقبة الحدود، تقلص التهريب بشكل كبير جدا، إن لم يكن تقريبا منعدما فيما يخص تهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من محروقات أو مواد غذائية، فيما كان يتم تهريب أيضا مواد فلاحية من المغرب نحو الجزائر. الذي نلاحظه هنا في ختام البرنامج هذا، قام هذا مقدمه بالتهجم على الملك في إساءة لا معنى لها، و يثبت أن السياسة الإعلامية الرسمية للدولة الجزائرية مبنية على العداء وعلى التقليع وعلى الإساءة إلى رموز المغرب قصد استفزاز المغاربة، وهذا لا يبشر بخير ولا يرسم تلك الآمال بين البلدين. هذه السياسة تؤكد على ردة فعل ميؤوس بائسة، وتؤكد أن نظام الحكم في الجزائر لم يحقق أي تقدم أو أي أهداف بعد تطورات الأحداث على مستوى ملف الصحراء المغربية منذ بضع أشهر. لهذا هذه الإساءة هي ترد على صاحبها وترد على هذه القناة التي يوجد مالكها في السجن حاليا، وتحاول قدر الإمكان التقرب إلى النظام لنيل رضاه. ولكي تتقرب إلى النظام عليك أن تسب الملك المغرب وأن تسيء إلى الجار وأن تعمل كل ما في وسعك لإبراز ذلك العداء وأن تصور المغرب على أنه بلد عدو. هذا الشخص لم يعمل إلا شرا في إقدامه على هذا البرنامج السيء. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو آخر نقطة في الحلقة الأولى من كلام في السياسة، حول مقال هنا لموقع الشروق أونلاين تم نشره اليوم بعنوان الصحراء الغربية، أنتوني بلينكن يمسح آثار مايك بومبيو. ومما ورد فيه أن وزير الخارجية أكد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال اجتماع معه على دعم واشنطن للمفاوضات السياسية بين جبهة البوليساريو والمغرب فيما يخص إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية. وأوضح بلينكن أن بلينكن حث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية قصد استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع.
وهنا تم نسب لوزير الخارجية الأمريكي أنه قال يؤيد مراجعة قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بخصوص الصحراء الغربية المحتلة، وهذه مغالطة، لم يقل وزير الخارجية هذا الكلام بسبب تعارضه مع الأعراف الدولية. لا، ما كتبته الشروق هنا مناف تماما لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي. وبخصوص أن وزير الخارجية الأمريكي في إدارة بايدن قام بمسح كما ادعت الشروق أثار مايك بومبيو، يمكن لنا أن نرجع إلى مقال لوكالة رويترز بتاريخ 24 ديسمبر، وهنا يتكلم بومبيو على ضرورة إيجاد حل سياسي لمشكل الصحراء المغربية بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه. سأأخذ هذه الفقرة أمامكم من موقع وكالة رويترز وأقوم بنسخه لترجمته للغة العربية حتى نكون واضحين. هنا مثلا قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان سارية على الفور: نحن نفتتح مركز تواجد افتراضي للصحراء الغربية مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تليها قريبا قنصلية تعمل بكامل طاقتها. هنا يتكلم بتاريخ 24 ديسمبر، لأن ما حدث في بداية شهر يناير تم تنزيل الأمر الرئاسي الأمريكي وافتتحت القنصلية الافتراضية في مدينة الداخلة جنوب المملكة المغربية. يمثل دعم واشنطن للسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية أكبر تنازل سياسي قدمته الولايات المتحدة حتى الآن في سعيها للفوز باعتراف عربي بإسرائيل. هذا ما قالته وكالة رويترز، لكن بومبيو هنا قال مركز الوجود الافتراضي هذا ستديره السفارة الأمريكية في الرباط، مضيفا أن واشنطن ستواصل دعم المفاوضات السياسية لحل القضايا بين المغرب وجبهة البوليساريو في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية. يعني مايك بومبيو تكلم عن حل سياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو، واليوم أنتوني بلينكن قال أنه يجب أن يكون حل سياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو. أظن أنها نفس السياسة الأمريكية، لا تغيير في إدارة بايدن تجاه الملف، لم يتم سحب الاعتراف كما كانت تروج له أبواق نظام العسكر، وبالتالي فإن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي هو نفس الكلام الذي قاله وزير الخارجية الأمريكا في عهد ترامب الرئيس الأمريكي السابق. وبالتالي الملاحظ من هذا المقال هو زرع نوع من المغالطات حتى يتم إيهام الرأي العام خصوصا في الجزائر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسحب الاعتراف الأمريكي وأنها تريد تغيير ما اتفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. وللتذكير فإن خلال الشهر المقبل سيتم اجتماع مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، وسيكون الأمر تقريبا حاسما أمام هذه المواقع الإلكترونية التي تتبنى سياسة رأس مالها المغالطات والكذب. في اجتماع مجلس الأمن المقبل ستتحدث الولايات المتحدة بشكل صريح عن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وستقدم رؤيتها من جديد حول حل الملف في إطار سيادة المغرب وفي إطار الحكم الذاتي. هذا كل ما أردت أن بشكل موجز التحدث فيه في الحلقة الأولى من كلام في السياسة، والذي تطرقنا فيه إلى أربعة نقاط:
أشكركم على المتابعة وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.